بقول ان الوقايه ارخص من تكاليف العلاج، الوقايه ارخص بكتير. يا ترى ايه اللي ممكن يضعف الانسان يخلي مناعته ضعيفه؟ اللي بيضعف الانسان السهر، لو انت سهران طول الليل مناعتك ضعيفه لان الدوره الهرمونيه فسدت. اللي بيضعف مناعه الانسان التكييفات، طول ما انت ما بتعرقش مناعتك واقعه في الارض. اللي بيضعف مناعه الانسان الحاجات الساقعه، بيشرب حاجات ساقعه كتير مناعته ضعيفه. اللي بيضعف مناعه الانسان انه يكون اتعرض عدوى، لا قدر الله اتنقل دم ملوث، حصل علاقه جنسيه شاذه، بقى عنده اتش اي في، دي هتوقع له المناعه. ممكن قوي ان انا باخد امينو سابريسور دراجز، باخد كورتيزونات، اميوران، بنتازا، مش عارف ايه، كل الناس دول بياخدوا أدوية بتوقع المناعة. أمراض اللوكيميا، حد عنده سرطان في الدم، سرطان الدم ده ضرب كرات الدم اللي بتدافع عن الإنسان. إيه اللي بيوقع مناعة الإنسان؟ إن هو يكون بيدخن، فالتدخين أو شرب المخدرات بيبوظ المناعة. التدخين مش بس بيبوظ المناعة، التدخين بيعمل فشل كلوي، بيعمل أورام سرطانية، التدخين بيعمل أمراض كتيرة جدا. إيه اللي بيبوظ المناعة؟ لو حد عنده سكر بتبقى مناعته واقشة شوية، لو هو بقى عنده مشاكل في نفسية، يعني إحباط باستمرار، فشل باستمرار، شخصية متشائمة، هتلاقي مناعته واقعة. في حاجات تانية بيسموها البروسيدورز أو الديفايس، الأدوات اللي لو دخلت جسمك تضعف المناعة. زي إيه؟ زي مثلا لو واحد عامل مثلا قسطرة، لو واحد مركب قسطرة بولية مثلا، فهو مركب مجرى، مدخل لمجرى البول انفكشن، عدوى، فتح على الشارع. زي اللي مركب قسطره، اللي مركب كانيولا، فاللي مركب كانيولا فاتح وعاء دم وفاتح له فتحات. ما تقوليش بقى انها معقمه او غير معقمه، اللي فاتح جهاز يعني او اللي فاتح قسطره، سواء قسطره بوليه او قسطره موجوده في القلب او في الوريد او في الشريان، بتعمل لنا مشكله. عامل ريبليسمنت مثلا، مستبدل صمام، مستبدل مش عارف ايه، زرع كلى، زرع كذا، كل اللي زرع عضو في الجسم ده مناعته ايه؟ ضعيف. اللي يضعف المناعه جدا اللي بنقول عليها الدياليسيز او الغسيل، واحد بيروح يغسل ويرجع، يغسل ويرجع، بيفتح الدم، دمه كله يطلع بره، يتكسر ويرجع، وبعدين يروح تاني يفتح طبعا ده بيضعف المناعه جدا. يبقى اتكلمنا على حاجات بتضعف المناعه زي السهر، حاجات ساقعه، التكييفات، العادات الغذائية الخاطئة، النظافة المش مظبوطة، دي كلها بتوقع المناعة.